الآن للتطورات الميدانية في أوكرانيا، فقد رصد رادار الأخبار ما قاله عمدة منطقة لفيف الأوكرانية، والذي أضاف بأن 4 صواريخ سقطت على أهداف عسكرية في منطقة يافوريف غربي البلاد قرب الحدود مع بولندا، وتسبب القصف في تدمير هذه الأهداف العسكرية. وكان مسؤول عسكري أوكراني قد أفاد بسقوط صواريخ بالستية على منطقة لفيف انطلاقا من البحر الأسود. ينضم إلينا من كييف مفدنا عبد الجليل بردودي، ومن تشيرنييف مفدنا سمير عمر. أبدأ معك أولا بردودي وآخر التفاصيل، تفضل. نعم فضيلة، كما قلت فقد تم استهداف فجر اليوم منطقة لفيف والواقعة غربي أوكرانيا على الحدود تقريبا مع بولندا، استهدافها بصواريخ باليستية. أكد محافظ لفيف أنها قد استهدفت منشآت عسكرية، وقد تم تدمير منشأة عسكرية بالكامل هناك، بالإضافة أيضا أن بيان القوات الأوكرانية قد أدعى وقال أنه تم صد 12 هجوما روسيا على منطقتي دونيسك ولوهانسك اليوم، وتم تدمير 8 دبابات وخمسة أنظمة مدفعية دفاعية أيضا روسية هناك. في نفس الوقت أيضا هناك أخبار متداولة من الجانب الأوكراني وأيضا من مجلس إدارة مدينة ماريوبول، والذين قالوا فيها أن القوات الروسية تستعمل أسلحة قوية في ماريوبول ومنها أيضا الفوسفور هناك، لكن لحد الآن ليس هناك نفي من الجانب الروسي أو تأكيد أيضا من جانب آخر على استعمال هذه الأسلحة، فقط هي أخبار متداولة من هذا الجانب. هذا فيما يخص الجانب الميداني. أما فيما يخص الجانب السياسي وخاصة الجانب الدبلوماسي، فقد أعلنت وزارة الخارجية هنا عن إعادة استئناف 38 سفارة عملها في العاصمة كييف، وقد قالت وزارة الخارجية أن هذا يبرهن على إيمان هذه الدول بانتصار أوكرانيا الوشيك وإيمانهم بأفاقها ومستقبلها كدولة هنا. كل هذا الدعم الذي تتحدث عنه وزارة الخارجية وتتحدث عنه أوكرانيا، تحدث عنه أيضا وزير الخارجية اليوم أثناء لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي في برلين. نعم، حيث قال أن المزيد من الدعم، المزيد من الأسلحة والمساعدات هي في اتجاه أوكرانيا من أجل مقاومة العملية العسكرية. نعم الروسية عبد فضيلة. ننتقل إلى المشهد الآخر في تشيرنييف مع مراسلنا هناك سمير عمر. يبدو بأنك واقف أمام كومة من الدمار في خلفيتك سمير، حدثنا عما يجري في هذه المدينة. يعني فضيلة، رادار الأخبار يرصد من تشيرنييف الواقع على بعد نحو 150 كيلومتر من قلب العاصمة كييف، ولا تبعد عن الحدود البيلاروسية أكثر من 70 كيلومتر، بينما تبعد عن الحدود الروسية نحو 100 كيلومتر، باستثناء صافرات الانذار التي سمعها سكان المدينة صباح هذا اليوم. لم يسجل رادار الأخبار أي استهدافات في تلك المدينة التي عاشت نحو شهر تحت القصف الروسي قبل أن توقف روسيا عملياتها في اتجاهها في 30 مارس، بعد أن وصفت مفاوضاتها مع الجانب الأوكراني بالإيجابية في إسطنبول. هذه بعض الملامح من الدمار الذي لحق بعدد من المنشآت المدنية. هذه بناية سكنية قتل فيها وفقا للتقديرات الأوكرانية نحو 50 شخص، إلى اليمين كانت هناك صيدلية على بعد أقل من 50 متر مستشفى، وعلى بعد أقل من 600 متر هناك أيضا مبنى تم تدميره. صحيح ما نرصده هنا في تشيرنييف فضيلة أن هناك عددا من المؤسسات والمنشآت العسكرية والشرطية تم استهدافها، تمركز أمني ونقطة شرطة كبيرة، وكذلك تجمع عسكري على بعد أقل من 1 كيلومتر، وأيضا المبنى الذي كان يستخدم كموقع قيادة لعمدة المدينة. ولكن أيضا هناك العشرات من المنشآت المدنية والمباني السكنية تم استهدافها وتدميرها. وفقا للتقديرات الأوكرانية هذه المدينة
قتل من أبنائها جراء القصف الروسي نحو 500، بينما أصيب المئات، وكذلك أجبر نحو 120 شخص على مغادرة منازلهم قبل أن يعودوا مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة. من التقيناهم هنا من السكان المحليين يقولون إن الحكومة وعدتهم بتقديم مساعداتهم من أجل التعويض عما فقدوه في هذه العمليات الروسية على مدينتهم. شكرا سمير عمر من تشيرنييف، وأشكر أيضا عبد الجليل بردودي في كييف.